فدوى، ما الجديد لديك بشأن أزمة المهاجرين؟ نعم، مساء أمس تمكنا من الدخول إلى قلب المعبر الحدودي، معبر سبتة. هذا المعبر الذي تم إغلاقه قبل سنة بسبب كورونا، لكن تم إعادة فتحه خلال هذه الأيام الأخيرة استثناء وفقط لإعادة ترحيل المهاجرين المغاربة ومن جنوب إفريقيا ومن إفريقيا جنوب الصحراء، الذين حاولوا دخول مدينة سبتة وبنية الهجرة من بعد إلى أوروبا. لاحظنا أن السلطات المغربية الأمنية تقوم بتجميع المهاجرين الذين يتم ترحيلهم من الطرف الإسباني، من الجانب الإسباني يتم تحديد هويتهم، التحقيق يعني معرفة وجهاتهم، يتم بعد ذلك أخذهم في حافلات ونقلهم إلى خارج المعبر الحدودي حسب وجهة كل المهاجرين، فيما يتم وضع القاصرين، الأطفال القاصرين الذين يصلون من سبتة في مراكز خاصة، يتم الاعتناء بهم لفترة قصيرة في أفق تسليمهم إلى عائلتهم وذويهم. إلى حدود اللحظة نتواجد الآن على بعد كيلومترات جد قليلة من باب هذا المعبر، الأمور تبدو جد هادئة وطبيعية، ما يزال انتشار قوات الأمن المغربية في المكان لتأمين المكان ومنع أي محاولات، بالرغم أنه لم نشاهد خلال اليومين القادمين أي محاولة للهجرة باستثناء بعض الحالات الفردية للمهاجرين الذين يعودون، الذين تم إخراجهم وترحيلهم، لكنهم يقولون أنهم سيظلون مختبئين هنا في المكان لمحاولة مرة أخرى. إذن يبدو أن هذه الأزمة التي شهدتها هذه المنطقة يوم الاثنين قد انتهت، لكن هناك في جانب آخر هناك تصريحات دبلوماسية متوالية بالنسبة لمسؤولين مغاربة، آخرها كان تصريحا لمسؤول دبلوماسي رفيع المستوى ويوم أمس تحدث فيه على أنه على مدريد فتح تحقيق بشأن إدخال إبراهيم غالي إلى إسبانيا، وتحدث على أن المغرب يملك بعض عناصر الإجابة والتي قد تكون مفاجئة وأنه سيتم الكشف عنها خلال الساعات المقبلة. فدوى المرابطي مراسلة الغد، كنت معنا من مدينة الفنادق، شكرا جزيلا لك.